نعم، هي غارة جديدة في هذه الأوقات على شقة سكنية تعود لعائلة خريس في مخيم البريج. 4 من الشهداء حتى هذه اللحظات وعدد من الإصابات، لكن لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول لتلك المنطقة. قبل قليل تلقيت اتصال من أحد ضباط الإسعاف وأفاد بأن عمليات القصف المدفعي طالت سيارات الإسعاف، إضافة لعمليات إطلاق نار الآن باتجاه الطواقم الطبية في منطقة مخيم البريج، حيث تمنع قوات الاحتلال من خلال عمليات إطلاق النار الطواقم الطبية من الوصول لتلك المنطقة. منطقة بلوك 12 هي منطقة شرقية حدودية قريبة جدا من أماكن تواجد الآليات الإسرائيلية، تحديدا دوار الشهداء ومنطقة دوار أبو العوف وكذلك منطقة المدارس كما هو معروف في تلك المنطقة. الاستهداف طال الشقة السكنية كما استفت عود لعائلة خريس. الحديث عن شهداء لم يتم انتشالهم حتى هذه اللحظات. هذه الغارة الإسرائيلية لم تكن الأولى على ذات المخيم. غارات إسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى استهدفت منزلا يعود لعائلة خليفة، إضافة لعدد من الغارات نفذت على مناطق زراعية مجاورة لبلوك 1، أسفرت عن عدد من الإصابات وانتشال 6 من الشهداء من ذات المخيم، نقلوا لمركز العودة الطبي. مخيم النصيرات الذي لم يهدأ بعد، عمليات القصف متواصلة، قوات الاحتلال قصفت أكثر من منزل، أسفر ذلك عن عدد من الشهداء، إضافة لتدمير أبراج سكنية كبرج 8 أو برج 10 وبرج 7 في أبراج عين جالوت، إضافة لعمارة آدم وعمارة جولس في المخيم الجديد بالنصيرات، وقصف الاحتلال لمنزل صحفي ومعتصم غراب في منطقة المخيم الجديد، أسفر ذلك عن 4 من الشهداء بينهم الصحفي، حيث نقلت أيضا عدة إصابات لمركز العودة الطبي. القصف المدفعي منذ ساعات الصباح يتركز على محيط وادي غزة، جسر المغراقة، مناطق مجاورة لشارع صلاح الدين، منطقة بلوك 1، أرض المفتي والدعوة. هذه المناطق الآن تتعرض لعملية قصف مدفعي، إضافة لمنطقة تسمى بأرض أبو 6، هذه المنطقة التي تعرضت منذ ساعات صبيحة هذا اليوم لثلاثة غارات إسرائيلية من الطائرات الحربية على أراض زراعية، وأكثر من 10 قذائف ضربت الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، أسفر ذلك عن عدد من الإصابات. نقلت هذه الإصابات عبر دراجات نارية، عبر عربات تجرها الدواب، إضافة لتمكن طواقم الإسعاف من انتشال شهيد بعد إطلاق النار عليه من قبل قناصة الاحتلال في تلك المنطقة. مخيم البريج والغارة الإسرائيلية حدث قائم حتى هذه اللحظات. ما وصل لمستشفى الشهداء الأقصى هي إصابات بفعل عمليات القصف المدفعي، لكن الغارة الإسرائيلية على منزل أو شقة سكنية لعائلة خريس لم يتم انتشال أي إصابة أو شهيد من المكان، نظرا لعملية الاستهداف الممنهج والمتعمد للطواقم الطبية وللمواطنين في تلك المنطقة، مع تأكيدنا حسب الطواقم الطبية وضباط الإسعاف وجود 4 من الشهداء وعدد من المصابين لا يزالوا في المنطقة التي تعرضت للاستهداف.